اجنبي او محلي، اذا كان محلي اكيد يعرف شنو قيمه محمد عبد الزاهر. زين انت معيارك مع اي فريق تريد تمثله؟ المدرب، الجهاز الفني؟ طبعا هسه انا اكو مدربين اذا يكونون متواجدين باي فريق، اذا كانوا بريال مدريد وهيئه اداريه مال ريال مدريد يردون محمد عبد الزهره واشوف المدرب، ما احب اعمل وياه، ما اعمل وياه، ما تشتغل، ما اشتغل وياه. لو بريال مدريد، لو بريال مدريد. والله تصريح قوي. اي ليش علاوه انت تروح المكان انت تحس هذا المدرب ما الا نفس بيك، ما الا رغبه؟ ليش يعني تروح انت تقول له هيش بالعاميه طيني يا الحنين؟ طيني ايه طين يعني تنسي. اي طبعا، وهذا اللي هسه الشيء بشيء يذكر وليس للمعرضات الترك. هذا اللي صار مع النجف، اكو واحد يعوف النجف وهو مستقر وعلى رايك انا اسست لا بالعكس شوف شوف احنا وجدت روحي بهذه المدينه. شوف احنا فجاه ابو حالوب طلع قبل يوم من انا البارحه رحت ازور وياي ولد علي صديقي من البصره، اول ما طبيت شاف العالم والهاي قال لي حقك تحب النجف، والله العظيم وحق هاي النعمة. واحنا قاعد نتمشى قلت له لا احب النجف، قلت له اموت على النجف. يعني نادي النجف اولا يعني مدينه امير المؤمنين سلام الله عليه، مدينه العلماء، بالاضافه لجمهور من صغير كبير يحبك، والدي الله يرحمه ويرحم والديكم جميعا موجود بالنجف فاكون قريب من عنده. الناس مشوا يعني مشوا فوق شيء مو حلو. هاي المعطيات ما تنطبق ويا تركك مو هسه خل اقول لك ليش تركته؟ خل اقول لك هسه الناس كلها تقول مثلا كابتن غني او كابتن حيدر او انا بالنسبه لي علاقتي بهم طيبه ما عندهم مشكله وياهم، بس فنيا انا اقول فنيا باحتمال ما مقتنع بيه. يعني من اللاعب اساسي لاعب مؤثر وانت خاصه عبرت الثلاثين علي، يعني ما عبرت الثلاثين لازم تبقى مستمر باللعب حتى تبقى زين بالفورم. يعني اذا انت بهذا الاساس شوف على عبد الزهره وجه له تحيه، بدا يبقى يلعب ينطيك ايش قد ما تريد. مهند عبد الرحيم واللاعبين يعني شوف ينطونك بالملعب لان باستمرار يلعبون. فانا ايش قلت قبل الانتقالات بيوم، مباراتنا احنا مع الديوانيه، فكان تشكيل الفريق خرج الان قبلها مع الشرطه اساسي لا. رجعت من الاصابه مع الشرطه ومع دهو كان لاعب اساسي كنت ممتاز كنت كل الزين زين. بتطبيق اللعب قبل يوم بتطبيق اللي من استلم كابتن غني خلانه ويل الاحتياط يعني الفريق الثاني. قلت له اني بينت قيمتي يمك فانا ما اقدر ابقى وياك. شلون انا هذا الموضوع راح يعني اصرح به؟ بالعكس كعلاقه طيبه ما عندي اي شيء، بس هو فنيا خلاص انا قلت له كابتن انت ما طول انا قال لي انت من يقول انت قاعد؟ قلت له انا خلاص انا مبين واضح